هل يوجد معنى شرعي لكلمة الخروج في سبيل الله غير الجهاد؟ لا، إلا لو وسعنا مفهوم الجهاد ليشمل الجهاد بمعنى قتال المشركين، والجهاد قتال المشركين بالسيف، وطلب العلم، وطلب العلم، لأن العالم يجاهد المشركين بلسانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فالجهاد اللي هو مصاككة الصفوف وتلاحم الجيوش، هذا قتال بماذا؟ باليد. وإقامة الحجة ودفع الشبهة وإزهاق الباطل ورفعة الحق بالبرهان والدليل، هذا جهاد، ولكنه جهاد علمي. فصار عندنا جهاد علمي، وصار عندنا جهاد قتالي. وأيضا ذلك الرجل الذي يجتهد في الدعوة إلى الله، لا سيما في وسط المبتدعة أو في وسط الكفرة، فهذا الداعي إلى الله لعله أيضا في منزلة المجاهد في سبيل الله. وبذلك مفهوم الجهاد يقبل الاتساع.